السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل بعد أيزنهاور، سحب مدمرة أمريكية ثانية من البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد بارجة جديدة من البحر الأحمر، تعد الثانية منذ مطلع الشهر الجاري. وأكدت البحرية الأمريكية في بيان لها قرارها سحب المدمرة USS مايسون، مؤكدة عبورها باتجاه البحر المتوسط. وجاء سحب مايسون بعد مواجهات استمرت لنحو 48 ساعة في البحر الأحمر، ونفذت خلالها القوات اليمنية نحو 24 عملية وفق إحصائية للقيادة المركزية للقوات الأمريكية، جميعها تركزت على سفن وبوارج حربية أمريكية. وتعد مايسون ثاني بارجة يتم سحبها من باب المندب في غضون أقل من أسبوع، حيث سبق للقوات الأمريكية وأن أجلت حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور بعد أيام على إعلان القوات المسلحة اليمنية استهدافها مرتين مطلع الشهر الجاري. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أمريكا سحب مايسون منذ نشرها في البحر الأحمر في العام 2016، رغم تعرضها لهجوم جوي حينها خلال مشاركتها بعمليات لوجستية لصالح التحالف الذي تقوده السعودية. ويشير سحب مايسون إلى إصابتها خلال المواجهات الأخيرة التي شهدها البحر الأحمر نهاية الأسبوع الماضي. ومايسون واحدة من عدة بوارج أمريكية تم نشرها في البحر الأحمر في أكتوبر الماضي ضمن محاولات أمريكية لمنع توسع رقعة المواجهات في غزة، وتم سحبها عدة مرات للصيانة على مدى الأشهر الماضية من عمر المواجهات مع القوات اليمنية. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.